ضيفنا الليلي كان بلندن هو مدامته جمعة الماضية وقال جاي وجايب لك 5 اوكلوك تي الليلي 5 اوكلوك؟ تي شاي ايه حتى بتشربه قال وفوت نام على بكير بلندن بتعرفي كيف بيجي المتر بده يقول له إذا بده ياخذ شاي لحدا كيف بقول له؟ تيسا مضبوط I haven't been there Yeah, of course. خلينا لكنا نبلش مع ضيفنا الأول الليلة وهلأ حديث البلد مع هادي أحبيش. وعدته قلت له انك جيب له علبه شاي من الهاردز صحيح اوكي وين موجوده برا وهو ظاهر فيها خضار توصل على سيارته توصل على سيارته عم تغلي مساء الخير هادي حبيش واهلا وسهلا فيك بحديث البلد الجمهور كمان والحمد لله على السلامه من السفره هادي حبيش انت محامي ومن النواب البارزين والناشطين بكتله المستقبل وانت ضيفنا ليلي بعد ما تم اطلاق سراح المخطوفين التسعة اللبنانيين وعودتهم لأهليهم بعد سنة ونص من اختطافهم وتضارب الأخبار حول مصيرهم هادي حبيش الرئيس سعد الحريري كان أول من بادر يعني يعمل وساطة لإطلاق هالمخطوفين ليش الوساطة القطرية زبطت ووساطة الرئيس الحريري ما وصلت لمحل بوقتها يمكن التايمينج ما كان مناسب بالبداية اساسا سمعنا حتى من الخاطفين انه بالمرحله الاخيره كان بدهم الصرفه يمكن لانه صارت المناطق تبعهم عم ينفات عليها من بعض الاحزاب الكمان المعارضه وبتعرفي اليوم بسوريا صارت المعارضه حتى من قسمه وفايت ببعضها وعم يتقاتلوا ببعضهم يمكن الوقت ما كان بوقتها الظروف ما كانت بوقتها مناسبه واليوم الظروف مناسبه ويمكن المبالغ كمان اللي اندفعت اليوم اللي انحكى عنها هيدي هي لانه بالوساطه الشيخ سعد الحريري ما حط اورو بالوساطه هن القطريه حطوا 100,000 اورو حطوا دولار حطوا 100,000 اورو تقريبا صار لي 5 سنين 6 مواسم عم جرب صلح فيه لهالشاب فالج لا تعالج فالج ما تعالج شو قلنا عم نقول حط 100,000 اورو القطريه خلص بتقدم اليوم كان بدي اساله سؤال طيرت لي اياه هلا لمي بطريقة تروح هادي حبيش بيتك دايما مفتوح ومؤخرا جمعت بدعوه على العشاء رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان نعم. كاردينال بشاره الراعي قائد الجيش جان اهواجي رئيس الحكومه المكلف تمام سلام والرئيس فؤاد السنيوره بالاضافه لعدد كبير من الشخصيات السياسيه نعم. بالبلد قديش كان في اطباق اجتماعيه بهالدعوه وقديش كان في اطباق سياسيه يعني كيف اطباق اجتماعيه يعني دائما الانتري بتكون اطباق اجتماعيه نعم. يعني اول شيء وكيفك وكيف صحتك وكيف عائلتك كان في اساسا بلبنان اذا مواطنين قعدوا مع بعضهم بجلسه اجتماعيه بيحكوا سياسي صح. كيف بالاحرى سياسيين اذا قعدوا مع بعضهم فاكيد بده يصير في كلام سياسي ساكس. بس لم يكن طبعا ما في شيء كان محضر مسبق يعني لحتى يصير في كلام فيه وما كان في جدول اعمال هي لقاء اجتماعي لا اكثر ولا اقل صار في كلام بين بعضهم بالسياسي وهيدي شغله كثير طبيعيه بس لا اكثر ولا اقل يعني قد ايه غمقوا بالسياسه ما كان في كثير يعني تغميق بالسياسه طبعا يعني فينا نقول انه المين كورس كان سياسي ولا كان 17-1 مع رز مين كورس لا اذا بدي كان اجتماعي مين كورس كان اجتماعي اكثر من سياسي وشويه هيك طبعا شويه سياسي شويه سياسي هادي حبيش انت نايب ماروني واليوم بلش العد العكسي للانتخابات الرئاسيه نعم. يقال انه كل السياسيين الموارنه ببلشوا يحضروا بدلاتهم قبل الانتخابات نعم. الرئاسيه في حدا من اصحاب بابك بلش يعمل شوبينج او من اللي بتعرفون ممكن يكونوا بلشوا يعملوا شوبينج ايه الموارنه ممكن يكونوا ما بعرف ميشيل بلش بالشوبينج لا انا كثير شوبينج لون من زمان انت بحق لك ايه بس بحق لي بس انا رافض الموضوع لان الماروني في تشابه بالاسماء يعني يمكن تقطع ميشيل سليمان ميشيل ابو سليمان وفي فيلم لادي ميرفي بيطلع رئيس جمهوريه من وراء تشابه صح بالاسماء هلا بلبنان كل ماروني مرشح الى رئاسه الجمهوريه فكيف اذا كان مثل ميشيل ابو سليمان قريب حتى على يعني.
شعبية شعبيته كبيرة شعبيته كبيرة فقامت وبلش بالحملة هي الهتلر بلش هيدي تبع الرؤساء عادة هيدي دائما تبع الرؤساء ايه هيك ما بيزحوها او شيء هيك لا حتى هلا انا في الرئاسة بتجمعنا اصلا هو يعني الله يوفقه رئيس الجمهورية وانا رئيس لجنة البناية بنوجه له تحية كبيرة انت عم تعمل شوبينج انا لا هالست سنين عم بعمل رجيم بعدين بجيب البدله لحتى يزبط كل شيء يعني فينا نقول انك عم تظبط الارضيه لحتى تجي البدله هلا قلت لك عم بعمل دايت شوي تشوف لبعدين عم تيجي بنخلص الدايت بدها ست سنين على كل حال انت من الناس اللي بيستاهلوا ميرسي خلينا اياك بدنا احلى من هيك شاب رئيس جمهوريه عنا بالبلد الله يخليك والله شفت مدامته يعني مش احلى من هيك كوب الرئاسه سيدي اولى مثلا مرسي مرسي خلينا هيك اليوم برايك اذا تغير الرئيس بتغير شيء بالمعادله انا اليوم برايي اذا تغير الرئيس ما في رئيس انا شايف بالتركيبه يعني لا انا مش مع التمديد انا مع اعتماد النصف زائد واحد لانتخاب رئيس جمهوريه او سيظل المسيحيين بكل استحاء رئاسي يوصلوا الى فراغ برئاسه الجمهوريه لانه برايي انا اكبر خطا عم يرتكبوه الموارنه والمسيحيين الإصرار على مبدأ التلتين بالجلسة الأولى لأنه اليوم ليش رئيس الحكومة بيقدر يجي بالنص زائد واحد ورئيس مجلس النواب بيقدر يجي بالنص زائد واحد ورئيس الجمهورية بده ثلثين علما أنه إذا الكل بيعرف أنه اليوم الصلاحيات ليست الأكثرية مع رئيس الجمهورية وبالتالي إذا كنا نقول قبل أنه رئيس الجمهورية هو الحاكم الأوحد أكثر. بالبلد يمكن بده توافق كبير كنت أفهمها بس اليوم ما بفهمها لو كنت أنت رئيس جمهورية شو أول شغلة بتعملها؟ بغير النظام شايفوا عالنظام مش عم يمشي غير له النظام كنت رح غير النظام إذا غير كله بيمشي عالنظام يا إلهي ويا سلام ما رح يمشي النظام عقبال ما يمشي النظام بلبنان وين ما كان وبحديث البلد ضروري بحديث البلد لازم يتغير ضروري. النظام كله أصلاً. بحديث البلد لازم ينضبط النظام ايه في يعني ضبط نظام لازم يتغير تسريحة شعر النظام شوي في تفلت نظامي يعني ايه في تفكك هادي حبيش كمان يعني ضمن فقره جديده فقره تقرب الناس رح تنضم لنا الليله زوجتك سينتيا حبيش هلا حديث البلد مع سينتيا حبيش يعني قبل شوي بس عرف هادي حبيش تحت الهواء انه رح تقعد هيدي الميله قال له الله يساعدني ما بيتامل لك لا مش والله لذلك اذا بتريد على الهواء بعد لي شوي هيك. والله عن جد خي انت هلا مهم هي تكون اختك لا مش كثير يعني سنتي حبيش تحت الهواء كنا عم نقول لكم اذا اسم الله اعطيتكم هيك كيف طالعين الاولاد طالعين بالاسانسور والله يساعدك على ميشيل جار على هالجار على الجار هي اللي بالجار الجار قبل الدار ولو ما هي معروفة صحيح أهلا وسهلا فيك للمرة الأولى بحديث البلد سنتي حبيش أنت رئيسة مؤسسة أجيال للتنمية اللي بتهتم بالأطفال والمسنين ومؤخرا حصلتوا على علم وخبر لإنشاء لجنة مهرجانات لأبيات اللي رح تترأسيها كمان قديش بيساعدك وبيعذرك هادي حبيش حياتك الاجتماعية وبنشاطاتك الاجتماعية هلا بالحياة الخيرية أكيد يعني هو بيدعمنا من بعيد لبعيد بس ما بيتدخل لأنه العمل الخيري أكيد ما بيكون له لون سياسي فأنا دائما بقول له بليز تحضر الحفلات اللي عم نعملها إن كان على الميلاد وعلى غيرها هو بيقول لي خليني أكون أنا شوي بعيد أما قد ما تاخذ يعني أي طابع طابع سياسي طابع إنه تكون عمل خيري صار صحيح
يعني حقيقه وحتى عم تشوفها بالمناقشات اوقات بالحلقات في امكانيات كثير فكريه وذهنيه واستعدادات كثير كبيره عند ابناء عكار. صحيح. بعتقد بيستاهلوا انه يحصلوا على اللي عم بيطالبوا فيه. يعطيكم العافيه سلام. سينتيا وهادي حبيش بهالفقره رح نسالكم، عم تطلع فيها بغرام بعدك، قد ايه صار لكم مزوجين؟ طبعا سبعة. سبع سنين، بعده الغرام واضح اكيد. بيقولوا اخطر شيء على السبعه. مزبوط. على السبع سنين مزبوط هيدي، بيقولوا السبعة خط بس نحن بعدنا مبلشين فيها. لا يعني في غرام وفي هيك مثل فخور يعني باليوم السابع. لا عن جد مش بالسنه السابعه. حلو حلو ان شاء الله كل حياتكم بتضلها هيك سوا يا رب. بهالفقره رح نسالكم بعض الاسئله الخاصه ونكتشف وتكتشفوا انتم معنا كمان قديش بتعرفوا بعض منيح، يمكن شفتوها بالحلقه الماضيه مع زميلنا. صحيح صحيح خضر حبيب. كل واحد رح يكون معه لوح، رح تجيبهم كيتي هلا وثلاث ثواني لحتى يجاوب على كل سؤال. كيتي بالقلم، بدي اقول انه بالقلم في عده الوان فيكم تختاروا منهم. خضر حبيب الاسبوع الماضي نقى اللون الازرق. والله نقى الاخضر. الاخضر مع البيئة. نقى الاخضر مع البيئة. مع البيئة. الازرق لكن كمان مثل فستان، مثل فستانك. ميرسي حبيبي. وهلا اقرب الناس. اول سؤال رح نبلش فيه، جاهزين؟ نعم. مين اختار لائحة الأكل بعشر شخصيات من أسبوعين؟ سينتيا. أنا مظبوط لكن جواب ماتشي. بدنا نطلب منكم تكون الكتيبة أكبر حتى تقدر الكاميرا تقراها على كل لوح. ومظبوط مثل ما فرجيتونا إياها على الكاميرا. آخر هدية قدم لك إياها غير لائحة الطعام. ما بتحرز كثير بس مظبوط لكن فينا نشوفها على التليفون اليوم. كل قد ايه بقص شعره؟ فرقت على جمعة. جمعة شهر ونص. فرقت منيح بس أول شيء كانوا فأصلا عم بروح بالمخفي. انت عم تقول لك كل ثلاث جماع رايح تتشارك وين عم تروح؟ الله يساعدك على مشان هو الحلاق بيجي لعندكم. مره بيجي مره بيروح. مين انعجب بالثاني بالاول؟ حلو حلو حلو. شو بعت لها رساله؟ مع بعض كود فود مضبوط الاثنين. لا لحديت هلا مقلعين كثير منيح. مين حماته اهضم؟ اوه انسي حماتي. غير السؤال. هذا سؤال ها؟ هذا سؤال منى ملغوم. حماتي مين بيصير يقول غير حماته؟ قديش بيوقف قدام المراية؟ ليش ما بيوقف إلا قدام المراية؟ غريب لازم لازم تلاقي. خمس دقايق مش كثير مش كثير. خمس دقايق مش كثير عن جد. قديش بتوقف قدام المراية؟ خمس دقايق توقف. لا مش انت بتوقف. قديش يعني انت بتوقف؟ يعني ماكسيموم 10 ساعات ماكسيموم. لا هيدي مرتي بتتميز فيها الشغلة عن جد. 15 دقيقة. أنا حسيت 10. هيدي شغلة سريعة يعني عن جد هيدي الشغلة مرتي بتتميز فيها
انه اذا اوقات كثير انا بنسى الا انه مثلا في عندنا شيء شغله او شيء واجب سريعه هيدي شغله كثير بتريحني لانه بعرف انا كثير مثلا نسوان اصحابي بدهم يقولوا لمرتهم قبل بساعه او بساعتين او بثلاثه او بنهار لا مرتي اذا اضطريت الا انه في عندنا شغله ضروريه حتى عرس يعني بتقلي اعطيني مجال ربع ساعه نص ساعه بكون بتدبر حالي ولا شابو با ان شاء الله ما يكون جوزي عم بيحضر لانه عجد كثير قليل يعني عجد هيدي شغله مريحه هيدا انا كمان يعني حلوه يعني مره الشيخ بهيج عم بيقول لها رايحين بدهم يعزوا يعني عم بظبط حالها وهيك حضرت حالها وكذا وراحوا على 40 ومرتا بس مهم وصلنا بالاخر مهم ايه عزوا بالأربعين عن جد نسبة معرفتكم لبعض كثير عالية فينا نقول انه السكور كثير عالي ان شاء الله علاقتكم بتضلها حلوة على طول سنتي حبيش رح نستبقيك معنا ونكفي فكرت هو بده يفل هيدا اسمه شعب تتمنى لا الله يخليكم ونكفي سوا بقية فقرات البرنامج كيتي اليوم نهار الأزرق كيتي كيتي مع الكاميرا واو يا عمي طول بالك خاص بالبنت احكي لنا قصة القبلة الأولى وأعدها مع سينتيا يا يا يلا قومي لعنده يلا اول قبلة طبعا بعد ما تعرفنا اول فتره يا اهلي عم بيسمعوا ما لها قصه يعني. خلص هلا طولي ما لها قصه خلينا نعيدها لانه طبيعيه اوكي يلا قبلني